بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم معنا عنوان جديد ورح نحكي بداية عن الأشياء البيسك اللي كتير بنحتاجها في مادة علم حساب الجرعة. زي ما انتوا عارفين، بما انها مادة حساب جرعة فإحنا رح نستخدم مبادئ رياضية كاملة، لكن مع الميديكيشن، كيف نحسب الميديكيشن. فلازم يكون في عنا خلفية منيحة عن الرياضيات، عن الفراكشن، الديفيجن، الديسمال، الملتيبليكيشن، كل هاي الأشياء. اليوم أنا رح أركز لكم على شغلتين من البيسك رح نحكي عنهم. العنوان الأول اللي هو عن البيرسنت والبيرسنتج، والعنوان الثاني اللي هو اللي رح نركز عليه اليوم إن شاء الله، كيف نحسب الرومان نمبرز ونحولهم للأرقام العادية. نبدأ. أول عنوان رح أحكي لكم عنه، زي ما حكيت رح أحكي أنا عن البيرسنت والبيرسنتج، عن البيرسنت والبرسنتج. في البداية البرسنت اللي هي عبارة عن رقم نسبة المئوية، اللي هي اللي بتوضح لي إياها، اللي زي كأني بحكي جزء من مية. الجزء من مية كم النسبة من مية، هذا اللي أنا بحكي عنه في البرسنتج. اختصار للبرسنت اللي هي هاي الإشارة، دائما أنا بستخدمها لما أحكي عن نسبة مئوية. متى بستخدم النسبة المئوية ولإيش بتفيدني النسبة المئوية؟ خدماتي للبيرسنت رح أستخدمها عشان أعمل quick indication of specific quantity، أو عشان أحصل على comparison. فلما أنا أقارن أرقام كبيرة مع بعضها، أحكي نسبة مثلا على سبيل المثال بدي أخذ عمارتين وبدي أقارن عدد السكان في العمارتين بمقارنة عدد الشقق. فلما أحكي أنا العمارة الأولى فيها 5 شقق وسكانها 70، والعمارة الثانية فيها 4 شقق وعدد سكانها مثلا 60، هل النسبة متكافئة أو لا؟ كيف بدي أحسبهم؟ بوجد النسبة المئوية لعدد سكان العمارة الأولى بالنسبة للشقق، بقارنها مع النسبة المئوية للعمارة الثانية مع الشقق سوري، وبوجد النسبة المئوية بيناتهم. رح أحكي عن عدة أمثلة عن كيف أوجد أنا البرسنتج مع الفراكشن الكسور العشرية، أو برسنتج مع الديسيمالز، وكيف أطلع نسبة من رقم تاني. كل هاي الأشياء إن شاء الله رح نحكي عنها. في البرسنتج يعني لو أعطاني هذا الرقم وحكالي أوجد النسبة المئوية لهذا الرقم، الرقم اللي هو عبارة عن 0.4، أنا بدي عشان أحل هاي المسألة اللي هي أنا بدي أوجد النسبة المئوية للبوينت 4. كيف بعملها؟ في البداية في قاعدة مهمة جدا لازم نعرفها، لبغض النظر الرقم اللي أنا كنت بديه سواء كان كسر عشري أو رقم عشري أو whatever، أنا في قاعدة مهمة جدا اللي بدي أكم تركزوا عليها، اللي هي في حال أنا انطلب مني من الرقم أوجد النسبة المئوية، رح أضرب الرقم في 100%، أضرب في 100. ولو انطلب مني أشيل النسبة المئوية من هذا الرقم وأرجعه على رقم عادي، أنا رح أستخدم تقسيم 100 عشان أعملها. أنا مطلوب مني النسبة المئوية، بدي النسبة المئوية، فبدي أضرب هذا الرقم ضرب 100، تمام؟ البرسنتج ضرب 100% ويساوي 0.4 ضرب 100 اللي هي رح تعطيني 40%. هاي أول جواب، تمام؟ واضح؟ طلب مني المثال الثاني اللي هي أحول أنا من برسنتج إلى ديسيمال، اللي هو عندي رقم 40%. طريقة سهلة جدا، 40% على 100% اللي أنا حكيت عنها سابقا. أنا هون كل مرة بحط إشارة 100%، تمام؟ 100 الإشارة بتروح مع الإشارة، بصفي عندي 40 على 10 ويساوي 0.4. واضح؟ المثال التالي، المثال اللي بعديه اللي راح
طريقة الحل اللي رح نحكي عنها، المثال اللي هلا رح نحكي عنه، في حال طلب مني convert a fraction to a percentage، وزي ما حكيت لكم سابقا القاعدة اني رح استخدم الضرب في حال ان طلب مني رقم percentage اللي هي رح احكي 2 على 5 ضرب و 100% وتساوي على 5 1 على 5 20 ضرب 2 وتساوي 40%. اللي بعد المثال اللي راح احكي عنه هلا، في حال طلب مني convert a percentage to fraction، وزي ما حكيت راح اقسم على 100 اللي هو المثال السابق اللي طلع معي الرقم 40%، كيف بدي ارجعها لفراكشن؟ راح احكي 40% تقسيم 100% بتروح مع بعض على الاثنين على 2 على 2 5 ويساوي 2 على 5 2 على 5. تمام، هاي المسائل كلها اللي هي الحسابات، استهلاك في البيرسنت لما بدي احول من بيرسنتج لفراكشن، او لما بدي احول من بيرسنتج الى ديسيمال، والطريقتين متشابهين لكن الاختلاف عندنا التخريج النهائي سواء كان كسر عشري او عدد كسري. بعد ما انهينا الحسابات والتحويلات ما بين كان اذا كان عندي رقم عشري بدي احوله لنسبة مئوية، او كسر عشري بدي احوله لنسبة مئوية، وفي كلا الحالتين كنت اما بضرب في 100 او اني بقسم في 100. الحل الامثلة اللي هلا رح احكي عنها، وهي بلشنا شوي الموضوع يعني يتصعب، وهنا انا اللي بحتاج اكتر في التمريض، اللي هي لو انطلب مني percentage is، بدي اخذ لسه ارقام تمام من 630 من المين 9000، كيف بدي اوجدهم؟ يعني انا بالعربي بدي اكم بدي نسبة percent of 630 من from 900. تمام، في عندي قاعدتين، في حال انا انطلب مني percent وفي حال انا انطلب مني amount. هل انا مطلوب مني person؟ القاعدة اللي هي رح تصير عندي الامount على البيز ضرب 100، او اذا طلب العكس الامount يساوي البيز على 100 ضرب person. انا المطلوب عندي percentage، رح افرغ المين عندك القانون اللي هو percent ويساوي الامount على البيز ضرب 100. طيب وين البيز وين الاماونت؟ البيز اللي هو الاساس، الجزء الكبير اللي انا بدي اعرف منه النسبه الصغيره، فالبيز راح يكون عندي 9000، وراح انزل ال 100، والجزء الصغير الاماونت الكميه كانت 630. كيف راح احلها؟ راح اشيل صفر مع صفر، صفر مع صفر، بضل عندي 630 صفر مع صفر، 63 تقسيم 9 ويساوي 7. تمام، 7. اذا 7 الاشارة راح تكون percent. تمام، الاشارة راح احطها هنا percent. فالنسبة المئوية لل 630 من 9000 كانت فقط 7%. 7%، هون انا بصير عند بقدر اخذ معلومه واضحه، ولو بدي اقارن فراح يكون عندي وجه مقارنه واضح. الجزء اللي بعديه اللي هو بدنا نشتغل على المثال على القاعده هذه، وراح يكون عندي السؤال راح يجي كالتالي: how much is 28% من 25؟ وطريقه حلها على القاعده اللي هي راح احكي الاماونت يساوي البيز ضرب على 100 ضرب البيرسنت. راح اعملها زي ما حكيت لكم، البيز اللي هو الاشي الكبير، والاساسي اللي هو 250 على 100 ضرب 28% ويساوي 70. فانا هون اخذت رقم 28% من
250 كانوا عبارة عن 70. 70 رقم بغض النظر كانوا مليمتر، مليليتر، مليغرام، جرام، مايكروغرام، واتس ايفر، اللي هو 70. الطريقة اللي أنا بدي أعطيكم إياها اللي هي طريقة حل كمان سهلة على طريقة المبدأ التبادل في حال لو احتجت تطلب منك الأمر. رح أحكي أنا هو بده من 250 الرقم، صحيح؟ فرح أعتبر إنه 250 بتساوي 100%. رح أجي أحكي 28% كم رح يطلعوا من 250، بعمل الضرب التبادلي فبصير عندي 250 ضرب 28% على 100. في حال كنت أنا ناسب قانون وفي كلا الحالتين رح يطلع معي الجواب 70. واضح؟ أتمنى إنكم تكونوا فاهمين هاي الأمثلة. ورح أحكي لكم ليش أنا كنت أشرح كتير عن البرسنتج، لأنه أنا هلا رح أحكي هذا الجزء اللي كتير بيفيدني في الدراك كالكوليشن. رح أحكي دراك كالكوليشن ريليتد للبرسنتج أو بيرسنت، تمام؟ هلا في عندي مثال وهيك رح نصيروا تشوفوهم بالمستشفيات إن شاء الله على أرض الواقع. بهاي الحالة رح أستخدم هدول القاعدتين. المثال بحكي لك what volume is 60% محلول فيه 1250 ml. راح احلها اللي هو بده الفوليوم، فلما احكي بده الفوليوم يعني بده الاماونت، فراح استخدم قاعدة الاماونت. راح احكي الاماونت ويساوي البيز على ال 100 ضرب البيرسنت. البيرسنت، تمام. وين البيز؟ طبعا الرقم الكبير هو البيز واللي هو راح احكي 1250 ml على 100 ضرب النسبة المئوية 60%. 100%، تمام. 100% بتروح مع بعض، راح يضل عندي اللي هو 100 بروح معها 0، بروح مع 0، 0 بروح مع 0، راح يصفي عندي 125 ضرب 6. الثاني واللي هو راح نحكي عن البرسنتج من 125 ميلي جرام اوف 500 ميلي جرام، اللي هو انطلب منا في المثال السابق اللي هي كان صار يحكي لي بدي الفوليوم واللي اعتبرناها الاماونت. هلا هون طالبها بشكل صريح بده البرسنتج، فراح استخدم على القانون الثاني اللي هو على البرسنت. بما انه طلب على البرسنتج فراح اطبق على هذا القانون وراح احكي الاماونت على البيز ضرب 100. الاماونت كانت عندي اللي هي 125 ملي جرام على البيز اللي هي 500 ملي جرام ضرب بالمية بالمية. طريقة الحال صفر بروح مع صفر، صفر بروح مع صفر. 125 على 5 تقسيم 5 وتساوي 25، 5 و1، فالجواب عندي 25%. إذا النسبة المئوية من 125 ملي جرام من 500 ملي جرام بتساوي 25%. بتمنى تكون الشرح اليوم واضح.